حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان، قال: سمعت مجاهدا قال: أُتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت: اصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره اذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبه ركعتين